أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي تعليق جلسة المجلس إلى يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس. وشهدت جلسة الاثنين نقاشات بشأن نص المادة 12 والمتعلقة بحق الترشح وإجراءاته، فيما تم تأجيل مناقشة بند الميزانية بناء على طلب من الحكومة. مناقشات ساخنة وشد وجذب، إنها الأجواء داخل البرلمان الليبي في الوقت الراهن، فالملامح السياسية الدقيقة للمرحلة المقبلة في ليبيا ترسم الآن. في هذا السياق يتم تعليق جلسة الاثنين إلى الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس، وذلك وفقاً لما جاء في القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها هذه الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. إذن حق الترشح للرئاسة وإجراءاته كانا المحور الرئيسي للجلسة، إذ تركزت النقاشات على نص المادة 12 من الفصل السادس في مشروع القانون. من أبرز ما جاء في هذه المداولات البرلمانية ما قاله رئيس مجلس النواب عقيل صالح، من إنه لا يحق لشخص ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية. كما انتقد صالح بند الأبوين الليبيين في قانون انتخاب رئيس الدولة كشرط للترشح للمنصب. أصوات برلمانية أخرى طالبت بإضافة شرط استقالة العسكريين من المؤسسة العسكرية قبل الترشح للمنصب بسنتين على الأقل ليحق ذلك له. ويقول مجلس النواب الليبي إن القاعدة الدستورية موجودة وفقاً للإعلان الدستوري الذي يؤكد على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي. وتتحدث تقارير ليبية عن وجود مساع لتيار تنظيم الإخوان لعرقلة جلسات البرلمان الحالية، ولهم في ذلك مآرب عدة، إذ يسعى الموالون للتنظيم إلى الدعوة للاستفتاء أولاً على مشروع الدستور الذي أيدته لجنة يسيطرون عليها عام 2017. كذلك يحاولون فصل الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية على أن يتم إجراء انتخابات البرلمان أولاً ليقوم المجلس التشريعي بعد ذلك بانتخاب رئيس ذي صلاحية هامشية. كل ذلك يأتي رغم المعارضة الشديدة داخل البرلمان ومن التيارات الوطنية والمدنية. يبدو أن ليبيا تعيش صيفاً ساخناً، لكن يبقى النجاح في تجاوزه رهان القوى السياسية الليبية الرافضة للمشروع الإخواني. معنا من بنغازي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي. حضرة النائب، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في النافذة المغاربية. نتحدث عن تأجيل هذه الجلسات بشكل متكرر، هل هذا وضع صحي أم ثمة خطب ما برأيك؟ أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبالسادة والسيدات مشاهدي قناتكم الموقرة، معك فتحي عبد الكريم المريمي. أنا أكلمك من طبرق وليس من بني غازي، من مقر معدلة. على جلسات مجلس النواب فعلا يعني بدأت في التتابع يعني منذ أسابيع، كانت تناقش بند الميزانية، وكذلك ناقشت في الجلسات الماضية القليلة القادمة الماضية موضوع انتخاب رئيس للبلاد، وشرع التو بالشكل الفعلي في مناقشة ذلك من خلال طرح هذا القانون على أعضاء مجلس النواب الليبي هذا اليوم، خاصة بعد اجتماع روما الذي يعني حضرته اللجنة التي شكلها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح عيسى مع السيد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، واتفقوا على نقاط كثيرة وخاصة الفنية منها التي طرحتها المفوضية العليا للانتخابات. واليوم تم طرح هذا القانون على أعضاء مجلس النواب لمناقشته ولإقراره في الجلسات القادمة بعون الله. اليوم بدأ النقاش حوله، وبدأ أعضاء مجلس النواب يبدون يعني ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم حول ذلك، ومن ثم سيتم أخذ المشورة أو الرأي عن ذلك ليتم إقرار هذا القانون ليكون قانونا جاهزا لانتخاب رئيسا للبلاد.
برأيك سيد، يعني هل تعتقد إلى أين يمضي هذا القانون، قانون الانتخاب؟ نحن أمام انتخاب رئيس بطريقة مباشرة عن طريق الاقتراع المباشر، أين يمكن أن يتم التوجه برأيك؟ لا طبعا سبق لمجلس النواب أن أخذ يعني قرارا في 2014، قرار رقم 5 لسنة 2014، وهو انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب الليبي مباشرة وليس من قبل البرلمان. البرلمان دوره يضع القوانين اللازمة لانتخاب هذا الرئيس، أما من ينتخب الرئيس فهو الشعب الليبي، ذلك قرره مجلس النواب منذ عام 2014. لكن هناك أطراف لها رأي آخر، هناك أطراف تقول أنه يجب أن نذهب إلى الاستفتاء، الانتخابات البرلمانية، وبالتالي الأمر ليس كذلك، يعني يفترض أنه ننتخب هذا الرئيس بطريقة غير مباشرة. ما رأيك في هذا؟ لا طبعا كل نقدر نقول، وليس الغالبية العظمى ولا السواد الأعظم، نقول يعني كل أعضاء مجلس النواب لديهم إصرار بأن الانتخاب يتم من قبل الشعب الليبي وليس من قبل البرلمان عن رئيس البلاد. كذلك يتم انتخاب الرئيس والبرلمان أولا، لأن الاستفتاء على الدستور هناك يعني في قضايا كثيرة، معظم الشعب الليبي لديه يعني آراء وأفكار ومعارضات حول مسودة هذا الدستور المعروضة، وبالتالي تؤجل إلى حين انتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديد للبلاد، ومن ثم النظر في عملية الدستور، لأن الدستور طبعا هو دستور البلاد الذي تريد أن تعمل به الدولة الليبية، وبالتالي يحتاج إلى صفاء في العملية السياسية في البلاد من أجل اتخاذ القرار الصحيح حول الدستور، سواء من الناخب الليبي اللي هو المواطن الليبي أو من يصيغ هذا الدستور. هذا الدستور أو مسودة الدستور جاءت في ظروف يعني صعبة جدا، وتم صياغته في ظروف صعبة جدا، والمعارضات عليه كثيرة جدا في كل أنحاء البلاد على العلم. يعني لا، هناك أيضا نقطة مهمة، اسمح لي على المقاطعة، يعني الحديث عن لا يحق لأي شخص الترشح وهو مطلوب للجنائية الدولية، إلى أي حد هذا هو قطع الطريق على سيف الإسلام القذافي للمضي في هذه الانتخابات، والرجل يبدو أن لديه أنصار كثر، هل النية مبيتة لقطع الطريق على سيف الإسلام برأيك؟ لا، ليست هناك نية مبيتة، ونحن نعرف أن مجلس النواب هو من أصدر قانون العفو العام، وهو من أصدر أو ألغى قانون العزل السياسي، وأتاح الفرصة للكثير من كانوا يعملون في نظام الجماهيرية. الآن عندما يعني تم التحدث عن من هو ملاحق، يعني وليس سيف الإسلام، يعني كل من هو ملاحق قانونيا سواء في محل، لا الأبرز هو سيف الإسلام، لا قد يكون سيف الإسلام وقد يكون غيره، يعني كل من هو ملاحق دوليا أو محليا في قضايا لا بد وأن تنظر المحاكم فيه أولا، ومن ثم يقدم نفسه للانتخاب أو غيره. أما إذا كان هو مطلوب يعني للمحكمة، فكيف تخص شخص يعني متهم أو مطلوب سواء محليا أو دوليا؟ نحن نتمنى يعني أن ينهي سيف الإسلام قضيته مع المحكمة الدولية، وإذا كان لديه حتى محاكم محلية ليتقدم، وفي النهاية ذلك المواطن الليبي ومن حقه أن يتقدم مثله مثل أي مواطن، يعني ليس هناك إقصاء لأحد، ولكن نحن أمام شروط، هذه الشروط يجب أن تتوفر في كل من يتقدم. شكرا. من بين الشروط والتي تظهر يعني في القانون ألا يكون ملاحقا قانونيا سواء محليا أو دوليا. شكرا جزيلا لك، وصلت الصورة أستاذ عبد الفتاح. نعم، شكرا أستاذ عبد الفتاح المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كنت معنا من بنغازي، شكرا لك.